النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في آخر صحيح مسلم دعا بجريدة فوضعها على قبر وقال لعله يرفه عنهما بشفاعتي. الله أكبر. إذن القصة ملهاش علاقة بنداوة الجريدة في الحقيقة، ولكن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كما يعني في آخر صحيح مسلم، يعني نضم حديث ابن عباس إلى صحيح مسلم حتى نفهم. نعم. العبارة فهما صحيحا. يعني لا ينفع، ما ينفع أن نأخذ كل نص مستقل ما نفهم نعم المعنى. أي نعم. ولذلك يعني مسألة يعني جرى كثير من الناس على زراعة الأشجار في القبور وهذه الأشياء ظنا منهم أن هذه الأشياء ترفع عن الميت، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى فسطاطا موضوعا على قبر فنزعه وقال يظله عمله. الله أكبر. لا تظله لا جريدة ولا تظله شجرة ولا هذه الأشياء، وإلا يعني قبور تذهب إلى القبور في الخارج يعني تجدها كلها جنان. نعم. يعني من شيء من صحيح. الأشجار والأزهار والأوراق وداخل النيران. أي نعم. نسأل الله السلام. نسأل الله العافية. يعني كنا بنسمع مثلا واحد مقرئ ويقعد يقرأ، الآن لا، صارت يعني في عصر الهاي تك صارت القبور الشاهد معمول ديجيتال ومحطوط ام بي 3 بلاير يقرأ الفاتحة أول مع سنسر، أول ما يجي الحد اللي بيزور تبدأ. أنا معرفش أنا الحاجات موجودة. أول ما يوصل الزائر تبدأ تشتغل الفاتحة وتبدأ يقرأ سور وياسين وغيرها موجود سبحان الله، يعني كأنهم بيتفننوا والصين عمالة بتصنع والناس وأرض تبلع يعني. الله المستعان. نسأل الله السلامة. يعني يضيعون يعني العمل. الله أكبر. ولا يعدون العدة لهذا اليوم الذي كما قال الحسن البصري يعني يقول إن أهل القبور نادمون على ما فرطوا فيه، وأهل الدنيا يتقاتلون على ما ندم عليه أهل القبور. نعم. يعني متأخرين عنهم خطوة. سبحان الله. سبحان الله.